مصر الحضارة اللي اتبهدلت في الداخل وفي الخارج. كفاية سنة وكفاية اللي حصل لحد كده، ارحل ارحل ارحل. الشعب المصري نزل تاني، قسم العظمة لازم هناخد حقنا. الاسطورة احمد حلمي يا حبيبي، فيلم نصاب كبير من حيجي المملكة، هيعمل عمليتين نصب كبيرة. بعده النونو، النونو للنجم الكبير احمد حلمي، بعده البحث عن فضيحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. لو حضرتك هتتأذى من بعض الكلمات العنيفة اللي هتكون موجودة في هذا الفيديو فما تشاهدش الفيديو. لو شايف ان لا انا بتابع عبد الرحمن وما ينفعش اسمع منه بعض الكلمات او اسمع في فيديوهات بيعرضها بعض الكلمات او اشوف بعض المشاهد فما ينفعش عشان احنا بس جو اسري وكده فما تشاهدش الفيديو. طبعا ده يحزنني جدا، بس احترام المتبادل ما بيننا وبين بعض، لا ما تشاهدش الفيديو لو انت هتتأذى من بعض الكلمات. يعني شفت البريفيو اللي قدمته لحضرتك ده، اللي هو الفيديو اللي 10-15 ثانية في البداية بتاع تركي آل الشيخ واحمد حلمي، الفنان احمد حلمي والفنان كريم عبد العزيز. طيب عايز تشوف حضرتك في اي مستنقع الان عايش فيه مع الذكرى 11/3/7؟ اقول لحضرتك، وبصراحة انا محتار ابدأ منين، من عند العسكر وشركة المخابرات، الشركة المتحدة للمخابرات اللي خلت مصر ما بقاش لها قيمة ولا قامة لا في الرياضة ولا في الفن، ولا ابدأ من السعودية اللي علمناهم القراءة والكتابة والان بيهنونا ويعملوا فيلم اسمه النونو بطولة احمد حلمي المواطن المصري اللي هيجي من مصر مع موسم الحجيج عشان يسرق الحجاج ويسرق السياح اللي جايين السعودية في موسم الالعاب الالكترونية. مش عارف ابدأ لك منين، من كمية القهر والوجع والالم اللي سببه ليا الفيديو بتاع تركي آل الشيخ واحمد حلمي جوز منى زكي قاعد بيضحك هو وكريم عبد العزيز بهذا الشكل. عندنا مفاجأة مهمة مع الاسطورة احمد حلمي يا حبيبي. في واحد من الافلام اللي حيدخل فيها نهاية 24 بداية 25 ان شاء الله، ان شاء الله فيلم نصاب كبير، النونو، حيجي المملكة، هيعمل عمليتين نصب كبيرة، الاولى في بطولة الجيمينج والثانية للناس في العمر والحج. فيلا نترقب الفيلم. فيلم كوميدي ان شاء الله، النونو. النونو يلا عشان تقول ايه، تقول ايه عن كمية الصلف والتكبر والتعالي اللي في كلمات تركي آل الشيخ، وبقول لك فيلم لمواطن مصري جاي ومش عارف ايه. تقول شوف انت كمية الحقد والغل اللي في تركي آل الشيخ ناحيتنا وناحية المصريين. طب احنا متآمرين على البلد صح؟ انت كمواطن كنت بتقول تحيا السعودية. لا انسى، مش هتتمسح من ذاكرتي وانا واقف بهتف امام نقابة الصحفيين وبقول تيران وصنافير مصرية، وجات لي ست تخينة قوي شبه الجيلي كده برميل تقول لي تيران وصنافير سعودية رغم انف المصروية، فيشاء الله عز وجل السيسي يطردها من بيتها من مساكن مسبيرو. وشفتها بعيني وهي بتطرد من بيتها، وشفتها بعيني وهي جايه بتهاجمنا وتقول تيران وصنافير سعودية رغم انف المصروية. كمية التعالي والتكبر اللي في الفيديو بتاع تركي آل الشيخ، بقول لك مواطن مصري، يعني انا ما ينفعش يا احمد يا حلمي، ما ينفعش يا كريم عبد العزيز تقوموا بكل رجوله وشهامه وتقولوا له لا يا تركي آل الشيخ، مصر فيها المتعلم، فيها المدرس اللي علمكم القراءة والكتابة، فيها المهندس اللي من أوائل من حفروا لكم أبار البترول، فيها مدرسين الرياضة اللي علموكم الحساب، فيها وفيها الأطباء اللي علجوكم. ما يقدروش ليه؟ لأنهم صغيرين. أما اللي زينا وكنا بنقدر نقول بقينا خونة، فاطردوهم من مصر، خرجوا منها صاغرين. لازم نخرج من مصر، لازم مصر تبقى على حجم احمد حلمي وحجم كريم عبد العزيز وحجم احمد موسى وحجم عمرو اديب، كل المتقاطعين محدش فيهم استجرى رد على تركي آل الشيخ ويقول له ليه دايما المواطن المصري اما في فيلم اولاد رزق 3 بتاع احمد عز وعمرو يوسف يقوم بدور، انا اسف في اللفظ عشان كده بقول لحضراتكم اللي مش عايز يشاهد ما شاهدش، اما يقوم بدور الحرامي البلطجي الزاني ومعاه فتيات الليل اللي بيعملوا مع بعض حاجات كده خارج نطاق الزواج، اما يتم وصف المواطن المصري بهذا الشكل، او يتم وصف السيده المصريه بالست العاهره اللي عامله زي منى زكي العاهره المحترمه المؤدبه اللي الكل بيحبها في فيلم رحله 404، او في فيلم اولاد اصحاب ولا اعز ولا اعز ولا اصحاب، وهي بتقلع الاندر وير، ويخرج لك ابراهيم عيسى ويقول لك ده الفن المصري اللي بيعبر عن المواطن المصري. يعني ما ينفعش انا اوصف المواطن المصري حتى اللي بيدعم السيسي بانه مواطن محترم وانه مؤدب وانه متعلم وانه مثقف لا 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 لا. شوف تاني فيديو تركي آل الشيخ وهو بيتكلم معاهم،
شوف كمية الاستمتاع اللي للأسف الشديد ابتليت به مصر في الذكرى الـ11 للانقلاب بهذا الشكل. الأسطورة أحمد حلمي يا حبيبي، في واحد من الأفلام اللي حيدخل فيها نهاية 24 بداية 25 إن شاء الله، إن شاء الله فيلم نصاب كبير، النونو، حيجي المملكة، حيعمل عمليتين نصب كبيرة، الأولى في بطولة الجيمينج والثانية للناس في العمر والحج. لم يجرؤ نطع منهم يقول له استنى يا تركي، ده احنا اللي علمناكم القراءة والكتابة. كل التحية والتقدير للشعب السعودي، بس يا جماعة ده تاريخ، ده تاريخ، ده تاريخ. انا النهاردة في الايام اللي احنا بنعيشها هاجي بعد 10 سنين وانا بسجل فيديوهات يحيينا ويحيكوا ربنا سبحانه وتعالى في خير الله وفي طاعته، هأقدر اجي واقول ان مصر وجيش مصر وقف مع غزة ابقى خاين. التاريخ هيقول ايه؟ اليمن ولبنان والعراق، اتفق اختلف معهم، هذا هو التاريخ بيحكم بما ليك وما عليك، قضي الامر. هو نفس الوضع، احنا اللي علمناكم القراءة والكتابة، كانت النتيجة ان تطلع لي النبل ازرق بتاعك وبفلوسك تعمل فيلم عن المصريين او عن الشعب المصري او عن مواطن مصري رايح يسرق موسم الحجيج، راح يسرق الحجاج، مصر اللي راح من عندها 600 حاج في الحج الاخير بسبب الاهمال المصري والشركات بتاعت السياحة اللي ابتزتهم، وبسبب اهمال ابن سلمان والمتاجرة بالحج راح من عندنا 600 حاج، وفي الاخر يتعمل فيلم يهين مصر والشعب المصري؟ فين النظام؟ فين الاعلام المصري الوطني؟ احنا خونة، احنا خونة، احنا خونة. فين الاعلام المصري الوطني بقى؟ فين؟ مفيش، مفيش، كأن على رؤوسهم الطير. احمد حلمي وكريم عبد العزيز اللي شفتهم مطقطقين وبيضحكوا عشان تركي آل الشيخ هرملهم فلوس، انزل يا احمد يا حلمي هات الفلوس من على الارض زي ما مراتك جابت الاندروير بتاعها من على الارض، انزل. ما قدرش ينطق بينما كانوا رجالة على محمد مرسي، هقطع لك من فيديوهات الفنانين كلهم، كانت نادية الجندي والهام شاهين ويسرى وكل اللي كان بيتم استئجارهم وبيتم استئجارهم الان من تركي آل الشيخ وحسين فهمي وغيره، نزلوا امام محمد مرسي اللي كان عايز تبقى بلد محترمه ويبقى فيها فن يعبر عن البلد بجد ويعبر عن مصر الحضاره. نزل احمد عز، احمد عز نزل، نزل احمد حلمي وكريم عبد العزيز وغيرهم امام الدكتور مرسي بهذا الشكل. كفايه دم وكفايه انقسام في الشعب المصري، كفايه سنه وكفايه اللي حصل لحد كده، الشعب المصري مش هيكمل، ارحل. الشعب المصري نزل تاني وتالت ورابع وهيفضل ينزل الى ما لا نهايه الا لغايه لما ياخد حقه فعلا بجد. قسم العظمه لازم هناخد حقنا كبني ادمين. وعلشان كده يا جماعه بقولها لكم، ما تستهونش بالفن والرياضه وتعتبر ان الفن ده بالنسبه لك عباره عن شويه ناس، لا، الفن مرآة المجتمع، الفن هو القوة الناعمة. عمل درامي واحد يتكلم عن حقيقة اللي بيحصل في مصر ويتم تمويله بشكل كويس وإنتاجه بشكل كويس أحسن من 3000 فيديو من اللي أنا بسجله لحضرتك. ليه؟ لأن ده عمل درامي بياخدك في رحلة تشويق ويخليك تشاهده بالكامل ويقنعك بالرواية اللي عايز يوصلها لك. زي في ناس أعرفها شخصيا ضد السيسي، بس كان بتتفرج على مسلسل الاختيار من باب ان هي متابعه عمل درامي ومشيق والكلام ده كله، لكن هي عارفه السيسي كداب والمسلسل كداب. هو دي الفكره، ان العمل الدرامي يقدر يخلق فكره عندك لو كان بيتكلم عن الحقيقه، مش ان مصر حضاره 7000 سنه، ام العلم والمعلمين والاطباء، مصر اللي اغلب اطباء بريطانيا مصريين. مفيش نعمل فيلم عن، ما نعملش فيلم عن احمد زويل، ما نعملش فيلم عن احمد رفعت واللي حصل له اللاعب، ما نعملش فيلم عن مصطفى النشارته وغيره 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 من علماء مصر، ما نعملش فيلم عن دول، لا، ما نعملش فيلم عن مجدي يعقوب اشهر طبيب قلب في العالم، ما نعملش فيلم عنه، لا، نعمل فيلم عن ان المواطن المصري اما بلطجي او للاسف زاني او للاسف زي منى زكي ما بتعمل الافلام اللي هو ان هي تقوم بدور ومش عارف كله كده وكله كله كله عمل اللي عمله وكله كله 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 عايز يتجوزها رغم ان كله 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 عمل اللي عمله. لازم يجيب لك المصريين بالشكل ده. ليه؟ لان تركي وابن سلمان عادوا لينتقموا من الشعب المصري لانهم والله بيكرهوكم. سلام عليكم.